وجبت لكم دروسات سيفيري صالي بلا بات فيتي، حاجه شابه ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله. ولا ما نساو مارغارين ماني وانا اللي ما نسمعش اليوم في المطبخ تاعنا واللي رفقونا ثاني هما ثاني في الموسم اللي راه يكون معنا في 2021. نشكرهم. ولا ما نساو ديما نذكركم اذا عندكم وصفه ولا استفسار عليكم اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. نرجع ليك شيف هشام. جبت اليوم لا سوب تاع الطون بالخضره، حاجه شابه بالشوفان، الشوفان كما نعرفوه صحي. وجبت لكم هنايا بلا بات فيتي، حاجه مملحات بروشات نخدموهم بالمطارق تاع لي بروشات، بروشات بلا بات فيتي مع لوفيون داشي طوماطيش او طورشي. وجبت لكم لي شوسون اللي راح نديرهم بالمعجون او شوكولاته الطري. يعطيك الصحه شيف. راح نبداو الوصفه تاعنا كيما راكم تعرفوا دائما قبل ما نبداو الجمله تاعنا كارني الو شيف، ونبداو بسم الله. طبق اليوم طبق تاع البرد تاع الشتاء اللي راح نرافق اللي راح نتعرفوا عليه مع بعض، يعني حتى انا اللي راهو مفاجأة لي لأنه في مكونات راح يكون مفاجأة، راح تجيكم كيفاش هذا يتماشى مع هذا يتماشى مع بعض، راح تتعرفوا عليهم كيف كيف، وخاصة في البرد اللي راهو شاف لازم حاجة يسوق برد بزاف، لازم حاجة تاع سوب. دوك يقولوا أنتم راكم صيف وشتاء، أنا لابسة الصوب وأنت لابس دومي مونش. باسكو دومي مونش في استوديو سخانة شوية، نلبسوا دومي مونش ولا مي داك نلبسوا مونش، رانا داخل استوديو ما شفت ما البرد ما يضرناش بزاف. يلا نتعرفوا على المقادير للوصفات. نبداو بسم الله. بالنسبة للوصفة تاعي هي لا سوب راح نديرها بالطون، طون تاع لي بواط، عندي هنا زوج بايط طوماطي، زوج طون تاع لي بواط تاع طوماطيش. لهنا نحتاج معاها قزبر ومعدنوس، ثلاثة حبات بطاطا، انا راح ندير زوج برك، حبة طوماطيش مقطعة هكا كبيرة، وثلاثة حبات زرودية، وحبة بصل راني مقطعها فاني على أربعة. نحتاج سبعة ملاعق شوفان، نحتاج معاها شوية زعيطرة، زوج مغارف طوماطيش بيان سور بلا ما نساوي الزيت، فلفل الكحل، ملح، عكري، وراس الحانوت. هذه بالنسبة للوصفة الأولى. بالنسبة للوصفة الثانية قلت لكم راح نخدم لكم دي بروشات يتخدموا بلا بات فيتي، ويجوا معاهم فيون داشي دي بول، حاجه شابه بريستيج تحطوها على ضياف ولا ديروها تنتكل مع لا سوب، واللي هي بروشات بالفيون داشي، ونحتاج معاهم طورشي طوماطيش وشويه زيتون. وعندي هنا لي شوسون هذو حاجه سكري اللي راح نخدمهم بلا بات فيتي فاني، نحتاج معاهم هنا معجون التفاح، معجون المشماش، وشوكولاته الطلي، وهذا للتزيين. عندي هنايا الجلجلان و سانوتش والسانوتش فوالا، هذو هما الوصفات اليوم. تفضل، راكم شفتوا وصفات نهار اليوم، مقادير لنهار اليوم، لا سوب تاعنا، لا سوب تاع الشوفان، لكن بالطون مكون جديد. نبداو بسم الله. بالطون تجي بزاف شابه بنينه، كي تاكلوها كشوط راكو تاكلوا في سوب دو بواسون، مي هي مخدومه بالطون تاع لي بواط. فوالا، نبداو بسم الله الوصفه تاعنا الاولى، نجيبوا القدره تاعنا. نعطيك مغرفة باش يكونوا قراب عليك شاف. نيفين هاي حفظت البروغرام تاع جابت لي المغارف، ميرسي نيفين. نديرو كمية تاع زيت حوالي زوج ملاعق ولا ثلاثة، نديرو حبة بصل كيما راهي مقطعة على أربعة، باسكو شنو هادي لا صوب راح نرحيهم ومن بعد في التالي. نحتاج معاها حبة طوماطيش كبيرة مقطعة، ثاني غرموس. تقبلوا أول اتصال لنا اليوم. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير، مساء النور. مساء النور، وش راكي لاباس؟ لاباس وما لاباس. ولا غير بخير الحمد لله. عام سعيد. عام سعيد ليك أنت حبيبتي. أخي هشام اللي معاك. عام سعيد. إن شاء الله. عام سعيد، إن شاء الله يدخلنا الصحة ولهنا. والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. إن شاء الله يا ربي. منك يتصل بنا؟ نتصل ندية أم أميرة. مرحبا بك، وش راككم مع هذا البرد والثلج والشتاء؟ الحمد لله، نحمد ربي على هذه النعمة. طبعا نحمد ربي على كل حاجة، ربي يعطينا ويبعدها الله. يعطيكم الصحة على كل شكم تقدموا. لا شكرا على واجب. علمتونا أشياء كنا ما نعرفوهاش. أنا نتعلموا دائما مع بعض، ما من وصفة نكونوا نعرفوها، نتعلموا تدابير صغيرة فيها حاجة جدد. صحيت، وكون راكم ديروا لنا تدابير كما سوالف هكا نعرفوا في المطبخ تدابير. كيفاش يعني مثلا؟ أنا دائما نعطوا تدابير ونعطوا تدابير. تدابير باغ إكزومبل كيما زعما كيفاش نقوا بلون، كيفاش نقوا قدرة، كيفاش نقوا. فوالا، كيفاش نقوا سوالف يكونوا فيهم دهون كي ان شاء الله. اقتراح، مجرد اقتراح. طبعا شكرا على اقتراحك، احنا مدابينا اتصلوا بنا تعطونا اقتراحاتكم طلباتكم. ربي يحفظكم على كل واش راكم تقدموا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المجال.
لا شكرا على واجب حبيبتي، شكرا، يعطيك الصحة ووفقكم إن شاء الله. صحيح. شكرا، بقى على خير. نرجع لك شيف هشام. درت زيت، درت زوج حبات بطاطا مقطعين، حبة بصل مقطعة على أربعة، حبة طماطيش ثاني مقطعة على أربعة، درت معها زوج حبات زرودية، درت معها فلفل كحل، ملح وعكري وراس الحانوت. يعطيك الصحة. ونديروا معها شوية تاع الزعتر كما نعرفوا الزعتر مليحة في سوب. يعطيك الصحة شيف. هذه جلسة. ونديروا معها لأن عندي خليط بين المعدنوس والقصبة. نلتحقوا بنا متأخرين، دائما نذكركم بوصفات لنهار اليوم، رانا دايرين لا سوب تاع الشوفان في الطون، نستقبلوا الاتصال ونعاود نذكركم. الو مساء الخير. الو مساء النور. نور واش راكي لاباس؟ الحمد لله. ديك مليحه اختي؟ ولا غير الحمد لله، سؤال عليكم. الله يسلمك اختي، ديك صحتك مليحه؟ ولا غير بخير الحمد لله. الحمد لله. هو قلبي راه يخبط يخبط وني امام انا راني فرحانه كي هضرت علينا نهضر معاك. انا كي تصلي بينا ما فاعيد لكم شغل لا فامي خواك، شغل نحكي بكم زي شغل. منين كي تصلي بينا؟ مرحبا بك وحبنا سبيده، واش راكم؟ المهم والعائله كامل بخير ولا غلا؟ بس الحمد لله كي عارفه دي كورونا واحد راهو يعني كورونا والبرد وكلش، رانا ناخذ احتياطنا. تخافي تقيسك ثاني لا قريب تقولي حاجه واحده اخرى؟ لا تخافي، خافي كلش اللي تمانا نتفاداو البرد، نتفاداو الشتا، نتفاداو كلش. تقيسنا حاجه صغيره نقولوا اه بالك هي ربي يرفع علينا البلا والوباء ويشافي جميع المرضى ان شاء الله. شغل شاف هشام والله ما شاء الله، الله يبارك يبارك في اختي، يبارك مي عندك واحد العينين ما شاء الله. ميرسي اختي، ميرسي، ربي يخليك لينا ان شاء الله. شكرا حبيبتي، عيني في شابين نبقى نفضل في فيزيو ونقول هذا هو مكتوبي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لك يجيب لك مكتوب ان شاء الله. يصلك بالزوج الصالح ان شاء الله. انا نقصر بركا معليش ماشي بروبليم حبيبتي. ربي يخليكم وربي يحفظكم ان شاء الله الصحه و الله يبارك ما شاء الله. يبارك فيك حبيبتي، شكرا على اتصالك، سلمينا على كامل العائله. معليش اهداء على الساري حبيبتي تعيشي. ماما فريده و هاتي مليكه وخويا يعطيك الصحه ويعطيكم الصحة وميرسي. لا شكرا على واجب حبيبتي، بقى على خير. راني نتراد. مهرب العقل على روحك، بديتي تحكمينا مرة ثانية إن شاء الله ماشي آخر مرة. ميرسي بقى على خير. شكرا حبيبتي، بقى على خير، نرجع لك شاف. اللي فين؟ إن شاء الله ربي يرزقك بزوج زوج كيما أنا يا زوج صالح ولا ودراري درية صالحة إن شاء الله. حوحو يشكر فيه روحو، شتو شاف يشكر فيه روحو، قال لك إن شاء الله واحد يطلق واحد كيما أنا. لا لا هي قالت لي عجبوني عينيك وإن شاء الله ربي يرزقك. عينيك اللي جابين حبيبتي، إن شاء الله يرزقك بزوج صالح وربي يهنيك. نورمال هذه ماشي عيب. انسان اللي يقول لك انت شباب ولا انت عجبتني نورمال، هذه ماشي عيب عاد. وقع الكلمه الطيبه كي يقولها لك واحد لا ترفع لك معنوياتك الكلمه الطيبه. كما اليوم نزوخ بزاف اليوم. شفتوا؟ شفت ماشي مليح الشكرة اليوم راح نزوخ بزاف. ماشي مليح الشكرة شافي هشام. انا نقصر شاف نخليك تخدم لنا تفضل. انت يا سيدي غير هذيك، انا نبدا نخدم كما يقول هشام كاستي العجنه. العجنه نبدا نجد العجنه. انا نديروا العجنه تاعنا، نخدموا لي برونشات هذوك ولا نخدموا. شوف 2021 ولينا بانرجي وبطاقه ايجابيه رانا. الله يبارك ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ديما هكذا ونهايه الاحزان، وربي يفرج كل هم وكل غم على كل انسان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فوالا توجور توجور ديروا لا فارين باش تحلوا لا باتويتي تاعكم، توجور العجنه. لا بس عليها كانت في الكونجيلاتور ومن بعد كي تنحوها شفتي يبقى فيها شويه هذاك تاع تاع لا بات فويتي اللي كان دارها لكم الشيف من قبل، وكان وعدكم انه راح يجيب لكم دائما وصفات بلا بات فويتي. عطاوكم لا بات كاين بزاف وصفات بلا بات فويتي، كاين المره الجايه ان شاء الله نجيب لكم الميلفاي اللي طلبتوه مني. صح طلبوه منك بزاف الميلفاي طلبتوه مني بزاف ان شاء الله. والقريوش قريوش فوالا قريوش ثاني طلبوه بزاف. مش عايزين نذكركم ان شاء الله راح يكونوا وصفات بهم. مشاهدينا نذكركم اللي تحقوا بنا متاخرين، كاين لا سوب تاع الشوفان بالطون طوماطيش تاع العلب، وكاين ثاني دي بروشيت بلا بات فويتي بالفلفل طوماطيش لا فيون داشي راح نتعرفوا عليهم مع بعض، وكاين لي شوسون ثاني راح نشوفوهم. واش درنا هنايا في القدره تاعنا؟ درنا حبه بصل، حبه طوماط، درنا طوماطيش، درنا بطاطا، درنا زروديه مقطعين قطع يعني حبات كما راكم كما يقولوا كما راكم تشوفوا فيهم. هاوليك الشكل تاعهم داخل، نتمنى فاروق يحكمهم مليح.
نعم ليك باش تشوفوها مليح. يعطيك الصحة فاروق. فاروق يحكم كاع لي ديطاي في المطبخ. يعطيك الصحة. وأسامة بلا ما ننسى أسامة. طبعا أسامة شنشان. أسامة المايسترو. طبعا. وإسحاق العلاوي اللي راهو غائب معنا ثاني مايسترو فنان في التصوير. وي فوالا. كما قلت لكم درنا فيها حب، درنا فيها البصل طوماطيش زرودية بطاطا فلفل كحل الملح العكري درب عكري وراس الحانوت وراهم يتقلاو والمعدنوس والقصبر وخليناهم يتقلاو مازال ما درنا لهم لا شوفان لا طوم مازال ما درنا لهم والو هذوك الماشي راح يكونوا مع بعض. فوالا عندي فيهم داشي ندلو شويه ملح شويه فلفل كحل. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. خير. مساء النور. وصحتكم بخير اختي؟ ولا غير بخير الحمد لله وانتيا؟ وانتم بخير بوناني. بوناني ليك انت ثاني عام سعيد. عام سعيد يبقاكم بالصحة ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بخير الله يعاونك. لا غير الحمد لله سؤال عليكم. يعطيكم الصحة على هاد لاغوسات. الله يسلمك. شكرا على واجب حبيبتي. كاين بزاف لي غوسات. الحمد لله اختي انتيا لاباس. ما كيهنيك الحمد لله. الحمد لله يا ربي. خويا نجوزولك لؤي. لؤي هي. لؤي وليد خويا يتبعكم بزاف. ارواح لؤي ارواح. قال لي عيطي لهم نهضر مع الو شافي ارواح لؤي. الو لؤي واش راك لاباس؟ ايه راك بخير؟ ايه راك مليح؟ راك تشوف لا تيلي؟ ايه نديرو لك شوف لا تيلي؟ انا راك تشوف لا تيلي دوكا كان نهضرو معاك. تبعنا؟ قالك نتبع كاع الوصفات تاعكم. وراك تجرب فيهم ولا والو؟ ما بخير ان شاء الله يا ربي كل عام وانت بخير كل عام وانت ناجح في حياتك ان شاء الله وناجح في قرايتك. وصافات شيف قولوا نحبك شيف عمو شيف. نحبك عمو شيف. ماما انا نحبك حنوني. حتى احنا نموتوا عليك. الو اي اسمك سيرين اختي ووليد عمي ايمن وسيري ان شاء الله نسلموا على كامل العائله وان شاء الله كامل يكونوا يسمعوا فيك. وكان سبيل نسلم عليهم كامل ونجو لهم تحيه. شكرا لؤي ربي يحفظك ان شاء الله. باي 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 لؤي. الله يبارك ربي ربي يحفظه ان شاء الله ربي يشدوا لكم ان شاء الله. كي تشوف هكا باللي يتبعونا كل الفئات العمريه من الصغير حتى الكبير بنته برجل بدراري بالكبار بالعجايز بكلش شرف لينا وافتخار نحسوا بواحد العفسه ما شاء الله. ما نقدرش نشرحها لكم. يعيطوا لي ميدك في التليفون يعيطوا لي في التليفون يجوزوا لي هكا امهات يقولوا لي ولادنا يموتوا عليك هكا هضر معاهم نهضر معاهم يفرحوا. شرف لينا انه نعرفوا باللي كاع الفئات العمريه تتبع فينا وانه البرنامج هذا كما يقولوا لبى الرغبه وتشبع الرغبه تاع كامل الشعب وكامل الفئات. ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم. كاين امام شيوخ كبار يتبعونا شيوخ وحده بعثت لي قالت لي نشوفك مع 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 الاب تاعي ربي يحفظه لها ان شاء الله. كاينه وحده ثانيه لينا اللي تبعت لي دائما من الغرب تشوفنا هي وباباها ويماها قالت لي غير تكملوا انتم الوصفات. قالت لي دائما ندير انا شوف في الدار قالت لي نشوفكم بعد كي نكمل نروح نجرب الوصفات. يجربوهم يجربوا بزاف وصفات وراهم يبعثوا لي لي فوطو والحمد لله. ملي راني في الو شاف ما كاش واحد بعث لي قال لي شاف ما نجحتليش الوصفه. الحمد لله حنا نلمد وصفات كما يقول لكم رانا من قلبنا راكم تشوفوا كلش قدام عينيكم. الحمد لله هذاك هو الصح. طبعا رانا معاكم دائما من السبت للخميس من الوحده ونص للثلاثة على قناه الشروق وبقاو اوفياء لبرامج قناه الشروق اللي جاتكم بحله جديده برامج متنوعه برامج جدد برامج ترفيهيه ترفه النفس عفايس جدد برامج تثقيفيه ثاني تعلمونهم استفادوا فيهم مع فايز. تابعوا قناه الشروق وبقاو اوفياء لها دائما. نرجع لك شاف نيفينا تحب تعرف لي بروشات هذو اللي حنديرهم بلا بات فيتي فوالا نديرو هكذا يا ندخلو البروشات فوالا هكذا ومن بعد نجيبو طوماط. نتمنى برك فاروق ولا يحكموها مليح المرحله اللي راك دير فيها هذو هما لي بروشات تاعنا كيفاش يجيو حاجه سهله نيفين. ومن بعد واش نديرو عاود نخرجوا هنايا بون لا نمشي هنايا باسكو لاباط فيتي كانت في الكونجيلاتور راهي شويه فوالا هكذا نعاودو نخرجوا هنايا نزيدو فيون داشي
ونعاودوا ندخلوا هني فينا سكتت. اي نجيب يعني نشوف في بروشات هذوما. فوالا هكذايا ونزيدوا طور شيء. على بالي بلي كيما كنت انا نتبع فيك دوكا كامل المشاهدين اللي متابعوا فينا كانوا كيما انا مكونسونطرين هكا كيشوفوا فاش راك دير. فوالا حاجة سهلة نيفين. فوالا. بعد هما كي يتنفخوا في لو بلا. كيفاش يجوا لي بروشات تاعو هنا. كلا سوب تاعنا هكذايا ونزيدوا لها الزيتون وانتوما ديروا واش حبيتوا هم كيفاش يجوا نحطوهم في لو بلا تاعنا يروحوا في الفور فوالا يروحوا في الفور هادو ما يتقلاو ما والو يروحوا للفور باتيتي نيفين باتيتي ما تسالوا كاين مبتدئات يتسائل كيفاش واش حيديروا لها نقول لكم باللي يروحوا للفور نزيد لها شويه لافارين باش تشد روحها شويه هذه كنت خدمتها معاكم لاباط فيتي هذه كنت خدمتها معاكم لهنا هذيك خدمناها كيفاش مع بعض فوالا درتها في الكونجيلاتور فوالا نجيبوا المطرق هكذايا نزيدوا نديروا هنايا استقبلوا اتصال الو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور شراكي بوناني ميغز ميرسي ابو ايغالمون وشراكي كامل لافامي ولا غير بخير الحمد لله سوال عليكم الله نجوزوا هذا العام كامل بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي ونقول لهشام نعاتبو هشام باسكو ما عاودليش الجو اللي دارو واش من جو؟ قام هذاك البلو اه ماشي مشكل الوصفه تاع شوين قام هذيك درتو نعاودو لك ماشي مشكل عاتب المالديف لا لا تاع المالديف البلو البلو عاتب المالديف عصير المالديف ولا تاع عصير شمين انا ما شفتوش واليوم ما تعاودهوليش باسكو السينيال راه يروح ويجي يعني يشوف شويه ويروح للسينيال معليش ونجربوه لك كاش نهار وقتاش قولي لنا وقتاش يساعدك نهار الاربعاء ان شاء الله يكون كاش الشتاء خلاص ماشي الشتاء كيما تكون شاف ونعاودوا لها الوصفه راني قريبه ليها انايا بوسماعين شعيبه ايه راكي ما راكي قريبه لينا صح راني قريبه ليك راكي قريبه ما كيش بعيده لا واش نقول لكم كل عام وانتم بخير والله كيما راكم وانا موالفه نعيط لك بليزيغ فوا عيطتي خطره اون فوا كنت انا خدمت بليزيغ فوا عيطت كنت خدامه انا راني شفيت عليك وعيطت لك ثاني باش نعطيك لا روسيت وما عيطتليش خليت لك لو نيميرو وما عيطتليش والله ما ما ريكيبيريتش النيميرو باسكو نسيت فوالا معليش ما كتبش كامل بيكم بمواليكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله وروق ان شاء الله ان شاء الله شكرا وان شاء الله زهره لا راهي تسمح فيا ان شاء الله راني خليت لها لو نيميرو تاعي ايتي اللي خليت النيميرو لزهره وللشاف انا خليته لها يعني زهره ما بيش اللي تسمع فينا دوكا نقول لها زهره هذه هي المتصله اللي خلات لك الرقم في الكونترول باش تروحي تجيبيه وشاف ثاني الرقم نتاعها خلاص ماشي مشكل ان شاء الله ضربي متصله منين مش عيبه ياك مش عيبه ايه ان شاء الله وهدرت معاها كنت نهضر معاها في كي كانت في الو شيف صحيتي راح اذا راهي تشوف فينا تسمع فينا تتذكر ان شاء الله بربي شكرا نقول لكم ان شاء الله كامل ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله امين ان شاء الله جماعين امين شكرا حبيبتي تبقى على خير نهار يكون صاحيا نعاودوا لك العصير تاعك وصيه ليكم اي تشوف فينا دوكا نسلموا عليها بزاف بزاف بنتي خلاص ضربتوا لها في راسها نسلموا عليها بزاف بزاف من قرواب نسلم عليها بزاف بزاف احلام راكي تشوفي فينا قالت لنا الام تاعك راكي وفيه نسلم عليكم نقول لكم بقاي توجور وفيه امين ان شاء الله هاي بقاي على خير شكرا حبيبتي بقاي على خير شكرا اتصالك نرجع ليك شاف ولي بروشات تاعنا لي بروشات هذو حاجه سهله حاجه صالي شاف لا سوب تاعنا راهي تغلي نزيدو لها شوفه ولا كش ما نزيدو لها مازال نزيدو لها والو حتى طيب لنا شويه الخضره ومن بعد نجو ليها شوفان كي نرحيها باش ندير لها شوفان ما ديرولهاش الطون ثاني مع الاخر مع في التالي نديروا لها الطون والشوفان ونخلوها تغلي حوالي 5 دقائق هكذا والطوماطيش مصباه هذيك كي نرحيها نديرها لها يعني دوكا ما نزيدوا لها والو دوكا نخلو الخضره نخلو البطاطا اي غطيها هاي كاينه الغطا تاعها من هيك هاي لاسوب تاعنا كيما راكم تشوفوا نذكر برك المشاهدين بالوصفات لنهار اليوم كان لاسوب تاع الشوفان بالطون طوماط اللي راح نديروها لي بروشات بلا بات فويتي كيما راكم تشوفوا فيه الشيف راهو يدير فيها وكاين لي شوسون اللي راح يديرهم كاين شوكولا معجون كيما تحبوا هذاك يرجع لكم اختياري فوالا اختياري نذكركم بالمقادير تاع لا سوب واش درنا فيها درنا حبه بصل مقطعه درنا طوماطيش ثاني مقطعه يعني حبه ومقطعه قطع بطاطا وزروديه درنا فلفل الكحل الملح
راس الحانوت وفلفل عكري والقصبر ومعدنوس، وخليناهم يغليو ويتقلاو مليح، وبعد مرقناهم وغلقنا عليهم كما راكم تشوفوا. راهو الشيف قال لكم نزيدوا الشوفان والطون في الاخر. هاي حفظت الروسات طبعا باش نذكر المشاهدين الاحباء. نيفين كاش نهار نديروا عفسه شابه هنايا نخلوها طيب. هي طيب عرفتها قلت لكم على بالي حيقول لي كاش نهار نخلو نيفين عرفتها نيفين هي الطيب وانا نقدم عرفتها نديرو تحدي عرفتها مليح يقولها لي نديروها انت تقدم وانا راني حاب زعما انا نقدم وانت طيبي نشوفوا نديرو لكن ندير وصفه واحده ماشي ثلاثه نديرو طبق واحد ولا زوج ماشي ثلاثه خلاص دي لانه على بالي بلي راح تكون في التقديم هو الشاف يقدم وانا نطيب راح تجوز ضحك تجوز خفيفه الاتصالات على بالي بلي تتسلكيها مي ان شاء الله نديروها كاش ظهر ان شاء الله على الشاله العام جديد حاجه جديده نجيب لكم مفاجات حاجه جديده نبدلو شويه نبدلو شويه كما يقول لكم رانا هنا دائما باش نحيوكم على خاطركم باش نقصروا باش ننسوكم باش نحيو هذه الغمه تاع المرض وقلت لكم 2021 ان شاء الله يكون نهايه الاحزان ونهايه المرض ونتهناو ونرجعوا لحياتنا العاديه ان شاء الله يا ربي نورمالمون لي فاكسين قريب ان شاء الله يجيبوهم ان شاء الله اما واحد يتهنى ويلي يمشي آلاس في طريق يمشي شاف على بالي كي قلت لنا هكا عفوا كي قلت لهم هكا على بالي كاع حيزوم يسناو فيها دوكا كاع راح يبعثوا لي ديروها لي فاكسان لازم ماشي فاكسان جبين طيبي طيبي ها اوفيسيال هذه خممت لها والله غير خممت لها قلت بوركوا با ليفين الطيب وانا ليفين طيب وانا نقدم ليفين الطيب وانا هي نقدم ان شاء الله نستراح هذاك النهار على بالك الراحه راها باش تهكا باش اكيد تشوفي شحال انت وزانة اكيد تشوفي هكا باش نيفين تحس واش راهي تحس واش نحس انا ثاني كي نكون نقدم لا نقدم نورمال انا ما نسكتش نورمال تقديم نورمال نقدم خلاص ولفت نقدم ولفت لا كاميرا سي بون مع الاول كنت شويه اكيد تعرفي انساني وقدم وحدك خمس دقائق ديروها تشالنج هو الشيف قال لكم قدم وحدك خمس دقائق راني غائبة. أكي غائبة. غائبة ما كاشني قدم وحدك خمس دقائق. مشاهدينا وصفات. اللي حبش وصفات يدير يتصل بالرقم اللي أسفل الشاشة. فوالا وراي نيفين نيفين هضري. فوالا ديروا لي بروشات تاعنا إن شاء الله يحكمهم. لي بروشات تاعنا وكيفاش يجوا. نستقبلوا اتصال الو مساء الخير الو الو مساء النور اني سمعت مساك يا اختي لا بس الحمد لله وانت يا بابا الله الحمد لله ما كي تصلي بينا ماني متنس انايا متنس شتاري داير حاله شتاري داير حاله والبرد راهو داير حاله ثاني مليحه غير لي سوبو هانا جبنا لكم سوب شتا جبنا سوب شاف راهو كيماش الامهات الجزائريه شاف البد درنا لا سوب هذاك واش مليحه لا سوب في الشتا هذاك واش مليحه سي بوغ سا جبت لكم مكالمه هذه ما مانيش نسمع فيها كامل ولا الخط انقطع ما على باليش انا سمعتك الو اكيد سمعت تفضلي المكالمه انه جد ورديئه واش رايكم لاباس صافا والله الحمد لله وانتوما صافا ولا غير بخير الحمد لله انت بالي لايف تاعك ما فتبعي متابعه وفيه الله يبارك الحرك كل ما نعيط ما نحكيش راكي حكمتينا اليوم راكي نورتينا اليوم عندك وصفه كي حابه تشوفيها مع الشيف طبختي لك لا لاباس الو اي تنقطع الهضره راني نسمع فيك راني نسمع والله الحمد لله الحمد لله درنا لي ماكارون لي ماكارون قال لكم الشيف راح يديرهم لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل خط لي لازان نقول له لا لازان لي لازان دارهم نهار الخميس درتهم هذاك لي لازان الكاذبات كلش تخدميه في الدار ما من العجينه تاعهم تخدميها في الدار اي ان شاء الله دارهم نهار الخميس دخلي العدد الشروق لاباج اوفيسيال شروق تي في دخلي في اللي تاع الو شاف راح تشوفي العدد تاع لي لازان دارهم نهار الخميس اي شكرا حبيبتي بقى على خير ان شاء الله صحيت وعلى فرحتي شكرا نرجع لك شاف نخدموا شويه لي شوزو عام سعيد حبيبتي فوالا نحلوا العجينه تاعنا لاباط فيتي ما تحلوهاش بزاف خلاص شاف خليها باش يكفيني الوقت انا واش ندير نخدم هاك وهاك وموا زعما ولا خلاص ان الوقت يكونوا الوصفات تاعي ساهلين باسكو نطلبك دائما يذكروني شحال بقى لنا الوقت باش نعرف راني نخدم كلش هنا سير بلاص ما حاجه ما جبتهاش واجده
هكا باش تشوفوا كلش قدام عينيكم. والعجينه هذه واش ديروا ما تدخلوهاش هكذا، ديروها هكذا. راكم شفتوا الوصفات تاعنا، نروحوا فاصل قصير نرجعوا لكم، ما تروحوش بعيد. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل القصير. كما راكم تشوفوا الشيف كنقطع لي شوسون، باسكو راح يديروا لي شوسون للتحليه بالمعجون ولا بالشوكولا، هذاك راجع ليكم. واش ندير نيفين؟ قطعتهم دوائر، نديروا شويه تاع بيض هنايا، حبه بيض عندي هنايا، واش درت؟ خلطها مليح، نديروا شويه بيض هنايا كاع في الدوائر تاعنا. نديروا في الدوائر ولا الداخل ولا كاع؟ الداخل دوائر دائره، مي وشنو؟ ماشي كاع غير هنا في الكوانات. صحيت يعني في الطرف. فوالا باش ما يتفتحولناش. أو يدير في البيض في الطرف باش ما يتفتحولناش كي يغلقهم. نحي لك الحبة البرك باش يشوفوك مليح. فوالا هكذا. راكم شفتوا وصفات اللي نهار اليوم، واللي ما شافش العدد اللي نهار اليوم يقدر يعاود يشوف المباشر في لاباج اوفيسيال الشروق تي في ولا في اليوتيوب، العدد دائما موجود. فوالا نديرو فيهم الشيكولا، شوكولا الطلي. ندير لهم كاع شوكولا هادو؟ شوكولا وندير لهم كاين لي معجون تاع تفاح ومعجون تاع مشمش. صحيت. نحطوهم هنا ومن بعد نديرو لهم بالفخشات. برك مليح ويشوفوا. لازم ديروا البيض باش ما ينفتحولكمش في الكوشه. هذا اختياري، راجع لكم واش ديروا لداخل نتوما، واش راكم حابين، واش عندكم في الدار كيما تحبوا. فوالا هادو نديروا لهم معجون تاع التفاح. هادو درت لهم معجون لداخل. فوالا هذا معجون سبيسيال لاباتيسري نشريه، ماشي حلو بزاف. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. مساء الخير بنتي نيفين. مساء النور، واش رايك لاباس؟ مساء الخير الاخ هشام. مساء النور. عام سعيد، العقوبة كل عام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كل علينا بالصحة والستر ان شاء الله كاع الأمة الإسلامية. امين يا رب ان شاء الله. عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. امين. عندي والله إهداء خاص 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 لعمال الشروق. شكرا. العقوبة كل عام ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. والاهداء الثاني عندي العمال كاع كاع الشروق تاع فعالور خير تاع حكايتك تاع اللي فات مات. يعني عندك كاع البرامج تاعنا كاع الزملاء. كاع الزملاء تاع الشروق كاع من الكبير حتى للصغير. نقول لهم عام سعيد، العقوبة كل عام ان شاء الله يدخل علينا بالخير والستر والصحة. ان شاء الله بدون يا ربي يكون بدون ما مرض. امين. بدون حوادث مرور. امين. بدون الم للجزائريين. امين يا ربي. يشفي الرئيس تاعنا ان شاء الله. يا ربي وينزل النور علينا يا ربي، ويبعد علينا البلاء، ونكونوا في صحه جيده يا ربي. امين يا ربي. شكرا. ونشكر المتصلين، ونقول لهم عام سعيد كاع متصلين تاع ارو شاف صباح شروق. شكرا. اللي عنده حاجه ومتمنيها ربي يكملها له. امين. اللي راه باغي زواج ربي يكمل لها ويجيب لها السعاده لهنا. امين. اللي راه باغي خدمه ربي يلقاه في خدمه، اللي راه باغي سكنه ربي يلقاه في سكنه. امين يا رب. محبوس ربي يطلق سراحه يا رب. امين يا رب ان شاء الله. ربي يشدكم وربي راكم فوق اللازم، تقعدوا تاج ان شاء الله فوق رسانا يا رب. امين ان شاء الله يا ربي، انتم تبقوا دائما تاج فوق راسنا، وربي يخليكم لنا دائما مشاهدين الاوفياء والمتصلين. الله. انقطع الخط. دعاوي الله يبارك فيك. دعاء جد وجميل بزاف، يعني الحمي نشوفك شاف كي تسمع الكلمات طيبه هكا ودعاء. شكرا ربي يخليك. انقطع الخط للاسف. خليتها طابت شويه، دوك جبدتها درت لها شويه تاع البيض هكذا بالبانسو، ودرت لها السانوج مع الجلجله. اللي راهم يتسالوا شنو هادو هما اللي التحقوا بنا متاخرين، دائما نذكركم بالوصفات. هادو لي بروشات اللي درهم بلاباط فويتي كما شفتوا، مازال راح يزيد يدير قدامكم وتشوفوا لاباط فويتي اللي كان حلها وقطعها كما راكم تشوفوا هكايا. نوريكم وحده اللي التحقوا بنا متاخرين، قطعهم هاي كما راكم تشوفوا فيهم، درهم دي بروشات. الحشو واش ديروا فيها هذيك ترجع لكم ثاني، دار فيها طماطيش فلفل زيتون دي بولا تاع فيون داشي كيما تحبوا نتوما، واش يحبوا افراد العائله واش عندكم. وراه يدير في لي شوسون تاع دار شوكولا ودار معجون التفاح، وهذا معجون مشماش. مشماش فوالا هما يجوا كثرتها بمعجون التفاح. يعطيك الصحه شيف. انا درت ميلونج
وكاين لا سوب اللي كنت قلت لكم لا سوب تاع شوفان والطون اللي راهم يطيبوا الخضار ومن بعد نزيدوا لهم الشوفان والطون في الاخر. كيما على بالنا بلي الشوفان مليح ومفيد للصحه، مفيد ثاني اللي يحبوا يشيانو اللي يحبوا يسمانو، مفيد جدا للصحه وفيه بزاف فيتامينات بروتين طبعا، فيه بزاف فيتامينات غني ومليح الشوفان وجد صحي، يعني تقدروا ديروها ميم بلا طون، ياخذوا يستغنوا على الطون شاف وشنو اللي ما عندهاش زعما الطون وعندها شوفان في الدار ديرها نورمال، مي هي يتبدل الاسم هكذاك، يقدر دير هكذا خضره ترحيها وديري في التالي الشوفان خليها يطيب معها واحد خمس دقائق ولا عشرة وطفي عليها. شنو قال لكم شيف؟ دائما نجيب لكم وصفات اللي نقدروا دائما نديروها وكاع نجربوها، وصفات اقتصاديه يعني الو شيف راهو يلبي لكم كامل الطلبات تاعكم، كامل الوصفات اللي راكم حابين تشوفوها، كامل الرغبات تاعكم، وصفات من داك اقتصاديه، من داك تقليديه، من داك تقليديه نديروها عصريه، اطباق شهيه، طرق وتدابير، نصائح، كاين وصفات اللي ما نجحوا لكمش تعيطوا لنا تقولوا لنا ما نجحتناش هذيك الوصفه، رانا هنا كامل باش نبيو لكم كامل الطلبات والوصفات وكامل المشاكل اللي تعاني منها في الوصفات. فوالا نحكموا فورشات نديروها هنا في الكوانه باش ما يتفتحولناش مع البيضه هذيك يتشدوا بها. فوالا واش ندير دوكا؟ نجيبوا البيض، عندي حبه بيض هنايا. نديروها من الفوق باش تعطينا هذيك الدورة. نديروها من الفوق باش تجينا لي شوصو تاعنا يجوا دوري، يجوا حاجه شابه. وكي نخرجوهم من الفور بالمعجون ولا لاجولي بالبانسو فاني يديروا لهم من الفوق باش يبقاو يبرقوا. يعطيك الصحة شيف. مشاهدينا راكم شفتوا الوصفات، اتصلوا بنا ارقام الظهرة اسفل الشاشة في أول عدد لبرنامج ألو شيف في من السنة الجديدة 2021. ان شاء الله تكون مربوحه علينا كامل ونراكم. اتصلوا بنا على الارقام نعاود نذكركم بها 023 70 92 94، 023 70 92 96. رانا هنايا ننتظروا في اتصالاتكم وصفاتكم وطلبات تاعكم. فوالا الخضره تاعنا مازال ما طابتش. شاف كاين ولايات ثانيين راهو الثلج عندهم داير حاله. الثلج اليوم بزاف، البارح واليوم. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. مساء النور، كراكم لاباس؟ نعم الحمد لله. كما كراكم؟ ولا غير بخير الحمد لله. السؤال عليكم. عمي. الحمد لله يا ربي. مين راكي تصلي بنا؟ عم سعيد لي حبيبتي. مروه من عين تموشن. مرحبا بك. مرحبا بكامل الناس عين تموشن تسلموا عليهم. سلمك. عيشي حبيبتي. عندك وصفه حابه تشوفيها مع الشيف؟ نو كرسي راكو ديرو في الشباب بعض بغيت نسقسيكم شو درتو نهار الخميس؟ درنا لي لازان ودرنا ثاني تحليه تاع المندرين. الله يبارك فاتتني باسكو ما صارش لهاش. يبارك فيك حبيبتي. ابقاي دائما وفيه ونقول لكم انا دائما الغائب حجتو معاه، ما شتيش العدد تقدري تعاودي تشوفيه في لاباج اوفيسيال شوروق تي في، ادخلي نهار هبطي في لافيل داكتواليتي تلقاي العدد لنهار الخميس ان شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة شيف هشام. ميرسي ميرسي اختي تعيشي. كلشي راكو ديرو شباب رانا نطبقو. الحمد لله. شكرا حبيبتي، شكرا على انتظارك. سمي على كامل الناس عين تيموشن. الله يسلمك. يسلمك حبيبتي بقى على خير. ان شاء الله. يبلغ ان شاء الله، شكرا. بغينا نشوفو لي بروشات تاعنا. راهم وجدوا. نزيدو لهم شوية برك ونحوهم ومن بعد نكملو. ديرو لي شوصه. لا لا نكملوا نزيد نكملوا لي بروشات نزيدوا لي بروشات نزيدوا نديروا لي بروشات فوالا باش اللي ما شافش في البدايه يعاود يشوفها. وعلاش انا درت وعلاش خدمت هاك وهاك؟ على جال الوقت اون ما يكفيناش الوقت ولا او موا تشوفوا كيفاش خدمت لي شوسون ولي بروشات تاعي. صح سي بور سا خدمت نص نص هكذا باش كيكون عندي الوقت نكمل معاكم الوصف. هادو خلاص شاف في هادوك سي بون. الخضره تاعنا ما بقالهاش توجد باش نرحوها. نزل شوية نروح هتنحيهم شاف لي بوشات بلا عقل برك شاف تخافيش قرا انا خايفين ياك ما عنديش زهر انا مي داك ونتحرق وانا نديرو شاف هذه مالاش بالزهر هذه كل واحد كاع نتحرقوا في المطبخ نتحرق بزاف ما في الدار نتحرق والله نتحرق تحرق صاحبي كل خطره واش يصرى مطبخ حوادث هذا هو المطبخ حوادث المطبخ
لازم يصرعوا. اكسيدون دو ميتي شاف هادو هما. اه. حوالي ساعة الخدمة هادو هما شاف. اه وي. هادو هما لي صالي دوموندو بزاف لي صالي. هادو هما لي صالي تاع لاباط فيتي. بالك يتكسر لك الحطب برك. عاملين كيما راكم تشوفوا فيها نتمنى فاروق يحكمهم ويوريها لكم مليح كيفاش راهي. هاي تشاهي ريحتها ما شاء الله. باش نقول لكم المطارق هذو المطارق باش ما يتحرقوا لكمش الفور واش ديروا بيتوهم في الماء. كما نديروا في العيد الكبان بيتوهم كان في القراعي تاع الماء نديروهم يباتوا باش كي نديروا الشوا تاعنا فوالا يكونوا واجدين. وجدت فيهم ريحة الشوا ثاني. ياو الحب. فلفل وطوماط حتى ثاني بزاف. الله خلوهم هنايا باش فاروق يحكمهم منين داك ويحكمهم. ونكملوا. مين داك ويحكمهم؟ لا لا مين داك يضرب عليهم طلا فاروق. طبعا نشكروا مارغارين مانيل وامير اللي راح يلفوني طيلة الموسم وراح يكونوا معنا وما نستغناوش عنهم في الطبخ ولا في المطبخ تاعنا. نجيبوا بابي. نديروا لي بروشات. لي بروشات نكملوا لي بروشات. تفضل. اليوم فطور بروشات كما كما نعرفوا لي سوب لازم حاجه معاهم هكذا صالي ولا لا مع لي بروشات شاف كي شغل سافر تبينا ثاني كي لي ريستورون عندنا شحال ما خرجناش المطاعم ما كليناش برا على بالنا مع الوباء هذايا راح تقدروا ديروهم لافراد العائله تفرحوا افراد العائله بلي بروشات كيما راكم تشوفوا فيهم والحشو يقعد كيما تحبوا نتوما وديروهم باش تحبوا لا بات فريتي لا باز تاعهم سي لا بات فريتي لا باس فيتي لازم واني وريت معكم الطريقه واللي ما فهمهاش يدخل اليوتيوب يدخل للصفحه تاع شروق تلقاو ديو كتبوا شروق تي في الو شيف راح تلقاو كاع الوصفات التم ونعم اتصالات ما هذا الهدوء اللي راهو وين راكم الو الو على بالي بلي راكم تعيطوا ما راكمش تحكموا لكن وين راهم الاتصالات فوالا اللي تحقوا بنا متاخرين ما شافوش كيفاش دار لي بروشات الشيف هاي ليك الطريقه تاعو كيفاش دارها حاجه سهله ماشي حاجه واعره برك العجينه يدخلوها هكذا وهك يحكموا يبول يوم داشي نزيدو ندخلو هنايا في العجينه تاعنا قبل الاتصال الو مساء الخير الو مساء النور سلام وعليكم السلام واش راكي الحمد لله كي راكي خير ولا غير الحمد لله سؤال عليكم سلمك كي راكي نيفي ولا غير بخير حبيبتي ام سراج من معسكر مرحبا بك حول ناس معسكر وش راكي شاب سراج ياك و ام سراج وريتاج الله يبارك ربي يشدهم لك وش راهم بخير الحمد لله الحمد لله يا رب راهم يشوفوا في كل يوم يقولوا لي كل يوم نعيط يقولوا لي كل يوم راكي تعيطي لها ماما راكي تعيطي لها سلمين عليهم بزاف بزاف راهم يشوفوا في لاتيلي رانا نسلموا عليهم بزاف بزاف يسلمك ايش يا حبيبتي عندك وصفه حابه تشوفيها مع الشيف خصني نهار لاباك فيتي لحقت غير مع التالي ما شفتش المقادير تاعها وراني باغيه لاباك فيتي لاباك فيتي لازم تشوفي الطريقه الاخت ما من نعطيك المقادير لازم تشوفي الطريقه شفت الطريقه بصح ما شفتش المقادير شفت الطريقه المقادير مقادير دوك نعطي لك المقادير تاعها ديري ديري 500 غرام فارينة ديري زوج مغارف زوج مغارف نصف فنجان تاع زيت ديري معاهم الملح فوالا هذا ما كان وكاس تاع الماء هذا مكان لايمي العجينه تاعك بعد خليها ترتاح حوالي ربع ساعه 20 دقيقه ومن بعد فتحيها وديري ديري زبده تاعك ديري في النظف ديري 250 غرام تاع زبده التوريق هذه هي الوصفه تاعنا تاع لاباط فريتي عام سعيد نيفين وشاف هشام شكرا حبيبتي تعيش اللي هدرت معاكم شرف لينا حبيبتي شكرا شكرا على خير حبيبتي نعاونكم امين نرجع لك شيف هشام ها نكملوا لي بروشات تاعنا شيف كنا نهضروا قلت لك الثلج راهو داير حاله في بعض الولايات اي البارح البارح والله في تيك جدا الناس حصلت اي بورتون قالوا لهم ما تروحوش والناس راحت ومن بعد حصلوا فما كانوا عائلات واطفال عائلات بزاف بزاف ماشي وحده ولا زوج الوف كانوا حاصلين في تيك جدا ان شاء الله نقول لهم بلي الارصاد الجويه راهي تحذر من الاضطرابات الجويه وراهي تحذر فينا وتعاود خذوا احتياطاتكم ردوا بالكم انت
كي قش دراهي هنا ماش حتى هرب شريعة راهي كاينة ماش حتى هرب وما كي طلعوا طاحتلش حصلوا طبعا كن نخافوا احنا يا شاف كانت أصد الجو يحد درتنا ردوا بالكم مازال الوقت مازال الحال وروحوا بعقلكم لكن باش تروحوا في هذا الشتاء وفي الجو ماشي مليح ردوا بالكم عليكم على العائلة تاعكم والمناطق اللي راهي معزولة تاني نقول لهم ربي يرفع لنا البلاء والوباء هدايا وردوا بالكم على رفكم نستقبلوا اتصال ألو مساء الخير ألو مساء النور ألو 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 تفضلي نسمع فيك صوفيا من الصيف مرحبا بك واش راكم لاباس ولا غير بخير الحمد لله وانتوما والله غير الحمد ربي كل عام وانتوما بخير امين حبيبتي ليكم قلتش بالصحة ولهنا امين ليكم تاني ان شاء الله حبيبتي كشتا كشبلد كشتلد غير هو في الصيف تلجا وكاين كاين ايه ردوا بالكم على روحكم والله غير الحمد شو صعبة ردوا بالكم على روحكم الحيطة والحادر راني غير نوصي ايه سي نورمال واش راكي اختي فيلا لا غير بخير الحمد لله وانتوما شوفي هشام واش راك لاباس الحمد لله اختي انت لاباس كل عام وانتوما بخير امين امين يا رب راك مزهي الحيلة ها وي لازم البرد والجوع شو نقول لك ستة بالسخفة الحمد لله الحمد لله كي يعجبكم الوصفات ذاك هو الصح ورانا لهنا على جاركم انتوما ربي يحفظكم ان شاء الله امين يا رب امين ما عندك وصفة حابة تشوفها مع الشاف؟ ما والله غراكم في القمة الحمد لله يا ربي في القمة نتمنى لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير امين ان شاء الله كيفاش يدخل علينا بالصحة ولهنا ان شاء الله يا رب يحفظكم وراكم في القمة وما شاء الله عليكم في زوج شكرا ربي يخليك تعيشي عايشك هيا بسلامة بقى على خير نرجع ليك شاف انا رانا معلي بروشات نيفين كما راك تشوفي يشدوا شي جديد هما مي يجوا حاجه شابه بريزونطاب هادو هما الوصفات تاعنا لنهار اليوم لي شوسون لي بروشات لا سوب تاع الشوفان بالطون لي شوسون درتهم غير صغار ما حبيتش نديرهم كبار كي ديرهم صغار اي حاجه تكون صغيره تجي شابه ولا حبيتو ديروهم كبار ديروهم كبار مهم الصحه هي لاباط فيتي كي تكون لاباط فيتي شابه راح يخرجوا لكم ملح كنا لكم لاباس تاع لي بروشيت تاعنا لاباط فيتي لاباط فيتي انا وريتها لكم في الاعداد اللي فاتوا في العام اللي فات دوك نسموه العام اللي فات هذاك العام اللي فات تاع عشان عندها 15 يوم هذيك هي العام اللي عمالك كنت ما سمعت فيك احنا نخمم عملية فات درها سمعنا اللي فات عجبتني تعبتها لكم صح العملية فات كنا 2020 دوك رانا 2021 هشام نيفين دايما تلفها درها لكم الاسبوع الماضي في العدد تاعنا اللي دارها لاباط فيتي شاف كاين دوك اللي يقول صح دارها بالك عملية فات كان دارها ولا يروحوا يحوسوا عليها لا تلفها لهم الاسبوع اللي فات هي العملية فات لا لا هي ماشي العام اللي فات 2020 ودوكا رانا 2021 سمح بي تقولي البارح لو البارح العام اللي فات العام اللي فات وي هذيك العام اللي فات نحنو في نقاش دوكا على العام اللي فات نستقبلوا اتصال الو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور واش راكي لاباس لاباس الحمد لله منك اتصلي بينا ان شاء الله كل عام وانتم بخير امين يا ربي انا من سيدي عيسى منين؟ من سيدي عيسى ولا تمثيلة مرحبا بك حبابي الناس مسيلة أول اتصال من مسيلة ربي يحفظك إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانتم بخير إن شاء الله نشكركم على هذه الحصة لا شكرا على واجب إيه هي تهضر معايا ألو أنا عم تفضلي أختك لا شكرا على واجب إيه. وشاب هشام إن شاء الله ربي يحفظه وبقى عليه يستر إن شاء الله آمين يا رب إن شاء الله يا رب يا ربي ينجحكم في حياتكم إن شاء الله إن شاء الله آمين يعني صح حصة يعني 100% الحمد لله الحمد لله يا رب في المسيرة هذه وربي يحفظكم ويبعد عليكم البلاء آمين صحابي تعيشي خالتي ربي يخليك ربي يحفظك كل خير ان شاء الله ان شاء الله احنا نسلموا على كامل الناس المسيلة نشكركم برك شكرا صح ربي يحفظك ان شاء الله يسلمك حبيبتي تبقى على خير نرجع لك شاف بون هذه نجيبوها لنا نحطها هنايا باش نحكي مع فاروق باش نحكي مع فاروق مين داك مين داك لي شوزون تاعنا كيفاش يجوا درتهم غير صغار ويجوا حاجه بريزونطاب شابين فوالا هم كيفاش يجوا فاروق يحكم برك لي شوزون ووريه لكم كيفاش راهم راهم لاباس تشوفوا الشكل راهم بخير وانتم ولا حبيتوا ديروهم كبار ديروهم كبار فوالا انا درتهم غير صغار باش يجوا حاجه شابه وبريزونطاب يعطيك الصحه فاروق فوالا ونكملوا لي بروشات تاعنا
باش ما يروحولناش هذاك الحمام هذاك. نطلبك دائما يذكرونا شحال بقى لنا الوقت باش نديرو حسابنا. مازال حال باش نعرفوا برك شحال بقى لنا الوقت يذكرونا دائما. فوالا يا صعب مازال الوقت. شحال بقى لنا شاف؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة صحيت. راك تسمعي سمعتي قال لك هذا حمزة نو طبعا حمزة في الصوت. حمزة في الصوت نشكرك نشكرك حمزة نشكرك هنا حمزة ليكيب تكنيكا المخرج كاع العمال الشروق رضوان قناة الشروق طبعا قناة الشروق بلا ما ننساها نشكرو كامل قناة الشروق وعمال قناة الشروق والزملاء فوالا شوفوا لي بروشات تاعنا هادو هما كيفاش رانا نديرو فيهم. نيفين صباح كي جيت قلت لها لي بروشات قالت لي او كيفاش هادو لي بروشات تي وقيله انا على بالي باللي الشاف كيفاش الطريقه تاعو كيفاش يشرح وعلى بالكم كامل الطريقه تاعو كيفاش يشرح الشاف يعني كي تسقسيوه على حاجه ما يقولكمش حندير دي بروشات لاباط فويتي فلفل راح نحكم لاباط فويتي كدا ونحكم هذيك وندير لها هكا ونزيد لها اللحم ونزيد لها الطوماطيش ونزيد لها الفلفل تعرفوا الطريقه تاعو كيفاش يشرح. ليفين قالت لي انت ما نخدمش معاك في رمضان قالت لي باسكو انت قلتها في الكواليس انا في رمضان ما كاش كيفاش قالت لي تشاهيني وتهدرت اكيد بدات يعني على الماكله قادر يقول لي راح ندير لافات فويتي طوماطيش فلفل زيتون بصح انا قلت لك هكذاك شاف عاود له عندك طريقه كيفاش قلت لي كيفاش قلتها لك؟ هاي راه قلت لي شاف شنو راح دير قلت لها كيما كنت دير لي ايه لي بروشات با بلي غري مازون قالت لي بلا قلت راح ندير لي بروشات بلا فاسيتي قلت لي كيفاش قلت لها فيهم اللحم كدا منا هي عمالها مشويين ولا شاف ما قلتها لي شكا هكا بس قبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء النور واش راكي مليحه؟ ولا غلابه الحمد لله وانتيا؟ نيرفين معايا؟ نعم تفضلي راكي مليحه؟ لا الحمد لله سؤال عليكم حبيبتي ولا لاباس الله يهنيك الحمد لله منين كتصلي بينا؟ نوهان بيرتوتا مرحبا بك يسلمك وشام ناس بيرتوتا بون اني ميور فو كل عام وانتي بخير يسلمك يا عايش ونشكركم على الحصه هذه لا شكرا على واجب صحة الله يسلمك يسلمك حبيبتي لا شكرا على واجب ديروا كاع في القمه يسلمك حبيبتي تعيشي عندك وصفه حابه تشوفيها؟ اني حابه نشوف الخبز اللي داروا هشام تاع الجلجلان في المقله هذاك المنفخ ايه الخبز المنفخ هذاك خبز خبز المنفوخ هذاك ايه هذاك هايل 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 ايه نفس الوصفه اني حابه نعاودو هنا ان شاء الله نعاودو لكم من المقادير يوم الاربعاء ان شاء الله شاف نعاودو لهم المقادير باسكو مين داك نتفك المقادير ومين داك اختي الله غالب ننسى طبعا الاربعاء ان شاء الله نعاودوه لكم ايه الصحة يعطيكم الصحة شكرا حبيبتي بقى على خير ميداك وصفات نكون متفكرهم نقولهم وميداك ما نكونش متفكرهم انا دائما نقول لكم اللي شاف شاف ناديه ولا شاف هشام الوصفه ما يحبوش يعني ماشي ما يحبوش يمدوها لكم ما يحبوش يعطوها لكم خاطئه لانه هما يكونوا مركزين مع وصفه ولا مع طبق ما يقدروش يمدوا لكم وصفه واحده اخرى ينساو كاش حاجه صغيره ولا ما تنجح لكمش قول لهم اما نجحت طبق ننسى مانيش عارف ولا كاباب زعما فيها خميره بار اكزومبل خميره فيها نقولوا مغرف ونص نقول لك مغرف وما تجيكش ومن بعد تقولي لي شاف عطيتني وصفه كي تنسى ملح في حاجه تروح كي تجي مسوسه ما فيهاش بنه تقول ما جاتنيش بنينه نرميها هذه هي احنا ماذا بينا نعطيكم وصفه ناجحه وصفه كاينه نهار الاربعاء ان شاء الله يعاود يجيب لنا الوصفه ونعطيوها لكم ان شاء الله في ورقه ونوريهم نقول لهم عليهم ماشي مشكل ان شاء الله نيفين هذو هما لي بروشات اللي كنت حيره فيهم في الدنيا هذه كنت ثاني هضرتي عليهم في الدنيا هذه كيفاش يديروهم فوالا هذو هما لي بروشات وخطره قلت لك على وصفه فاني تلفت لك كيفاش لوبيا ماشطو دورما لوبيا ماشطو من بعد نيفين حارت نيفين قالت لك كيفاش لوبيا ماشطو يديروها دولما انا قال لي حندير لوبيا ماشطو دولما نعرف دولما قرنون دولما بطاطا دولما قرعه لكن دولما تاع ماشطو ما نعرفهاش
هي سهلة شتيها كيفاش حاجة. انتي مقمطة تقعد تدخلي عند المشطوم مقمطة؟ لا مقمطة كيما كانوا بكري والدينا يقمطونا كيما دوكا راحت العادات هذيك قال الاولاد قليل كاين قليل وين يديروها وقليل وين يقمطوا الاطفال ماشي كيما بكري كانوا لازم التقماط. انا ولادي ما كاش ما تقمطوش ما قمطتهمش والو ساكن يعني راحت لهم العادة شاف ولادك ما تقمطوش. فوالا نزيدو نخدموا معاكم حبيبات ليفين دوك واش نديرو؟ واش نديرو؟ نرحو لاصوب نرحو لاصوب نطفيو عليها خلاص؟ ايه طفيتو عليها نرحيها ومن بعد نولي نكمل هكذا باسكو الوقت ما بقالناش بزاف الحمد لله رانا خدمنا الوصفات لو بغا راهو منا شاف شاف خلاص هاد البلون دو ترافاي كامل العجينه الزيتون مازال نورمال العجينه هذيك ما فوالا نديرو نروحو لاصوب تاعنا توجور كي تروحو لاصوب بعد وجهكم اون سي جامي طرشكم فوالا طرشكم ولا تطلع حبه بطاطا ولا زروديه شاف برك من هنا باش فوالا دير حالك هكاك تعرف فوالا نروحو لاصوب تاعنا ومن بعد نزيد لاجوج مغارف طوماطي شوفان ونخليها طيب حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقة شوفان ما تزيدوش معاها الريحه نو ما ترحاش والطوم ما يترحاش باش كي تاكلي لاصوب تحسي بال بالشوفان والطوم بالشوفان والطوم صافي بس ولا لحيتي كلش راح الشار نتاع الطون وراح الشار نتاع الشوفان باسكو الشوفان هذا يولي طري يعني فين كي ديري خلاصو يتشمخ الشوفان فوالا يتنفخ وكاينين اللي ياكلوه بالحليب هكا ياكلوه بالحليب صح هذوك كاين اللي يحبوا الريجيم يديروه بالعسل والبنان فوالا بالعسل والحليب وياكلوه وفيتامين فيه بزاف فوائد الشوفان صحيت شايف انا كنت شفتوا العسوب تاعنا رانا نرحيو فيها رانا نرحيو غير الخضر اللي كنت قلت لكم المقادير واش فيها فيها طوماطيش سرودية بطاطا وطوماطيش فلفل عكري فلفل الكحل راس الحانوت والملح فوالا واش ندير دوكا نيفين واش ندير دوكا ندير زوج بايط تاع الطون طوماط ديروها بالطوماط باسكو جربتها خطره بتاع الزيت ما جاتنيش شابه مي ديروها بتاع طوماطيش باسكو رانا دايرين نتيجة فيها طوماطيش نزيدو معاها زوج مغارف تاع طوماطيش واللي ما يحبش يدير لها طوماطيش يستغنى عليها اللي يضرو طوماطيش يستغنى عليها لانه فيها طوماطيش ديجا راه تقدروا تستغناو عن طوماطيش اللي عنده فوالا تقدروا تستغناو على طوماطيش ديروا لها غير طوماطيش تاع الحب انا حبيتها تجيني حمراء كيما الشوربه نستقبلوا اتصال الو مساء الخير شيا مع دنوس مليحه اصبر لا غير بخير الحمد لله وانت واش راكي مليحه لاباس الحمد لله سؤال عليك واش في هشام راك مليح لاباس الحمد لله اختي تيا لاباس والله غير الحمد لله الحمد لله يا ربي انا ماما تبا بزاف الو شاف تحبها بزاف وتجور ما ترقص على جلايز من تفكا الوصفات وتصبحهم كامل نحبهم في الدار الحمد لله يا ربي شكرا حبيبتي بقاي دائما وفيه لالو شاف ايوا وفرح كي حكمتكم اول مره نشارك معكم نورتينا حبيبتي يسلمك عايشك عندك وصفه كي حابه تشوفيها ماما حابه تحكي معكم تفضلي ماكي ماما الو مساء النور واش راكم لاباس واش راكي بخير الحمد لله بون انا كل عام وانتم بخير عام سعيد حبيبتي ربي يدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله نقص وبرك لا تيلي سمعوني من تليفون انا وئام انا مات وئام من عين دفله من عين دفله مرحبا بكم مرحبا ناس عين دفله لكن ما تبانيش ام وئام تباني اخت وام اخت وئام لا انا امها ام الله يبارك ربي يخليك ويطول في عمرك ان شاء الله ما شاء الله عليك سلمك الله يبارك عليكم انتم ثاني ما شاء الله انت وشات هشام يبارك فيك يبارك فيك حبيبتي نشكركم على كل الوصفات اللي كنت تقدموا فيها لا شكر على واجب رانا هنا باش نديرو لكم كامل الطلبات والوصفات اللي راكم حابينها
راكم مكفلين وموفيين الحمد لله بزاف بزاف الحمد لله يا ربي. عندكم وصفه حابين تشوفوها؟ راكم كما قلت لكم ساعكم كفيين وموفيين كل الحمد لله راكم موفينهم منا الحمد لله يا ربي. شاطرين انا نعرفوا كنا دايرينكم كامل وصفات ومنبينكم كامل رغبات. عيطت غير باش نشكركم. لا شكرا على واجب يعطيك الصحة على الكلمة الطيبة. معليش إيداع قصير طبعا تفضلي. نهديها لبنتي نسرين في البليدة وزوجوها ونهديها لأبنائي عبد الحق وزوجته أمينة وعبد الحق وأمين وشكرا لكم جميعا. طيب كنا نسمع فيك. شكرا أم وأم بقى على خير. لا ما صحيح لا ما نرجع لك شاف هشام بلا نكملوا لي شو صوتها معنا جابية برك ليكيب دايما إذا كنونا شحال بقانا الوقت باش نضيحوا دايما معاهم سوا سوا نعجينا المورقة تاعنا جامي ديروا لها هكذا يا ديروا لها هكذا وخلوها ترتاح. هذا حداهم دي شو صان شاف وي ديروا شوية شوية كيما شفتوا لي بروشيت تاعنا كيفاش راهم ولي شوسون تاعنا هامنيك تاني ما شاء الله دوكا برضو نقدر نرفد حباك ماشي كيما قبيل ما قدرتش نرفدها شفت سخونه بزاف. نتمنى فاروق يحكمهم هامنيك كيفاش يجيو شوفوهم بيان من التحت تاني كيفاش راهم شوفو من التحت كيفاش راهم ولا حبوا يديروهم كبار يديروهم كبار انا درتهم صغار هما يجوا هادي درها بالمعدول لانه راني نشوف المشمان شايلك خارجه شوفوا وتجي تاني خفيفه وطريه شوفوا عقلتها من المشمش لقيته خارج شاف شنو تقول ايه تخرج جيبي مين صديق ومين ذاك يخرج فوالا علاش ما ذقتيش نيفين ما غيرتكش غيرتني بصح حبيت نعرف انا راهي تاع الشوكولا ها حبيت نعرف تاع الشوكولا انت وزهرك الشوكولا انت وزهرك صح لو كان نقول لك حنطيح فيها ديريكت الوالا الوالا لا لا استنى انا اقول هذه تاع شوكولا افتحيها كم القهاش تاع شوكولا كيف افتحيها وريها المشاهدين شاب من بنتي انا ودخل عليك بالتحدي تاعك ديريها فتحيها شوفيها هي شوكولا ظهري انا عارفه ماشي شوكولا معليش وريها المشاهدين كيفاش تجي لداخل طبعا هايليك فاروق يعطيك الصحة هايليك كيفاش تجي داخل هاوليك المعجون انه تاع التفاح اللي يديره هو جو حب حب كما يقول الشاف فوالا نديرو هذا يطيبو باش يوجدو لنا انا نعاد انت ما تعادش ها انا نعاد انت ما تعادش انا والله ناكل المشاهدين كي راهم سمحوا لنا بنينا شاهدكم في الجنان ان شاء الله ميرسي نيفين يعطيك الصحة عليك انت لا لا انت عطيتيني جابي شهيو يعطيك الصحة جابي شهيو نشهيوكم في الجنة ان شاء الله مشاهدينا فوالا ديروهم بالفرشات هكذايا باش ما تنفتح لكمش شوف لها جات بنينة يا خسارة عليك خوت عرفتها ما جات بنينة خلاص بطل بطل خسارة عليك نيفين كيفاش شاف هشام يدو ماشي بنينة ما كاش كيفها كاع ماشي كاع بنينة ماشي كاع بنينة فوالا شوفوا لي بروشات تاعنا يكونوا وجدوا سمحي لي سمح واش عندنا لكم شتي وصفات لنا ها اليوم لا سوب تاعنا تاع الشوفان مش واحنا ندككم في المقادير رانا رحيناها درنا شوفان بالطون درنا لي بروشات كيما راكم تشوفوا فيهم هامليك لي بروشات تاعنا هامليك او زاد خرج شاف هشام نجيبهم هنا مع هادو تشوفوهم كامل كيف كيف مع بعض لي بروشيت لي دارهم لا بات فويتي بلا فيونداشي فلفل كيما راكم تشوفو ودار لي شوسون لي شوسون دارهم بالشوكولا دار بالمعجون دار معجون المشمش ومعجون التفاح وتوما اختياري اي معجون حبيتو ديروه ديروه هي اغلبيه يديروها بالمعجون التفاح شاف عندنا ديروا البيض ما تجيبوا فرشيطه ديروا خطوط هكا هادو لي شوسون تاعنا اللي راك دير فيهم اه شوف الفور ماك داير فيه والو فور اه تحياتنا لخونا ياسر كوفي تايم ياسر كسوري صاحب الكلمه كوفي تايم
تحية له. ومينا. مينا فوسات طبعا الزميلة الرائعة مينا فوسات زملائنا في كوفي تايم تحية لهم كبيرة. فوالا مينا تتفاهم بزاف مع نيفين نهار كامل وما يدابزو نبيع لكم. جامي دابزنا. صح مينا دائما يبعثوا لي يقولوا لي اسكو انتم مع خيات لانه دائما مع بعض انا وياها زميلتي واختي مينا فوسات نوجه لها تحيه كبيره 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 ونسلم عليها بزاف. وانا زميلي ياسر كسوري نسلم عليه. ياسر نسلموا على ياسر كسوري الزميل تاعنا في كوفي تايم. كملنا هذا الشهر خلاص؟ بيان سور كملنا كاع الخدمه سي بون. لي كوسون تاعنا اللي بقاو راهم يطيبوا لي بغوشه تاعنا راهم واجدين. ولا السوق تاعنا كنا زدنا لها طوماطيش والشوفان درت لها سبع مغارف شوفان زدت لها شويه تاع الماء نخلوها. نحتمل تماك. فوالا. مسحوا لو بلون دو ترافاي بقى لنا غير لي كوسون تاعنا يطيبوا وخلاص. فاروق برك يحكم لنا الشكل تاع السوق كيفاش راهي. بعد ما زاد الشوفان وزاد لها الطون هاي ليك. زدت لها شويه تاع الماء على جال باش ما تجينيش ثقيله بزاف. انا فعلا قلت لها هاي ليك ما راكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاش تجي بالطون. قلت لكم اليوم عندنا وصفه فيهم زوج مكونات اللي راح تجيكم غريبه كيفاش راح يتمشاو مع بعضهم. تمشاو تجي بنينه. والشوفان قلت لكم انعم راح تشوفوا وصفه فيها زوج مكونات يتماشوا مع بعضهم حتى انا ما كنتش نعرفها وعرفتها مع الشيف هشام كنت درتها له في الكواليس ثاني. الشيف هشام يجيب لكم غير جديد. جديد. يجيب لكم غير الوصفات اللي مفقودين. كلمة تاعك وشنو هي شيف؟ ها؟ كلمة اللي تقولها لي؟ لا ما على بالي نسيت. ماشي دايرة. ماشي دايرة. صح صح. شيف حد قال لنا اليوم وصفة. ماشي كاع دايرة. لا لا صح نهضروا لا فيريتي. كاين وصفات هي ما تعرفيهمش مام با. لا لا نيفين. يعني كيما انا هذيك الوصفه اللي درتها لنا تاع البصل ماشي تاعنا تاع السنغال هذيك الوصفه سافرت بنا للسنغال تحصل عليها مع بعض ومع المشاهدين. باغ اكزومبل تحليه المالديف. تحليه المالديف ثاني وصفه ماشي دايره. مشاهدينا راكم شفتوا وصفتنا اليوم لا سوب لي بروشيت ولي شوسون راكم شفتوهم. نطلبك دائما اذا كنا شحال بقى لنا الوقت باش نعرفوا. فوالا جيبوا امير النقو امير كلين ديما نستغناوش عليه. هذا ديزانفيكتي ديزانفيكتي او ميم طون ينيتواي وينتاح لو بلون دو ترافاي تاعنا. صح يا شاف يلمع يزيل دهن يجدد ويطهر. فوالا كيفاش على بالك؟ مولف نشري. لا لا ماشي يعجبك في الدار جامي خريتها. كاينين لي برودوي ما تقدريش ديريهم وراكي طيبي كيما هذا صح. هو مطهر اصلا مطهر ما زعمك اكو نقيتو هكذا البرونتو طرافا طاحت لكم الماكله مش راح تضركم باسكو هو اصلا مطهر. البرونتو طرافا تاعنا قرعه تضل في الدار يا شيف جامي قريتها. وانا كي نشري حاجه نقرا باسكو علاش كوزينه تشري برودوي يكون عيان بون ماشي يكون عيان فيه صوالح تاع لاسيد ولا عفسه واحد المكونات كيفاش ومن بعد طيح لك الماكله تروحي تاكليها تضرك بهذا هو اصلا مطهر هكذا يا البرونتو طرافاي تاعنا راهو ابيض طابليتي ولا تقع بيضه بالفرينه. هذه هي الفرينه طبعا لا بات فويتي اذا ما بيضتش الوصفه نقول لك ماشي ناجحه مزيان بيضت بيضت الوصفه. فوالا لاسو تاعنا واجده لي بروشه تاعنا واجدين لي شوسون واجدين وحنا رانا كملنا الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم. مشاهدينا واش نقول لكم؟ راكم شفتوا وصفات تاعنا لنهار اليوم. نتلاقاو في طاولة التقديم نروحوا فاصل قصير نرجعوا لكم ما تروحوش بعيد. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل كما راكم تشوفوا الطاولة راهي تشهي ما شاء الله السوق تاعنا ريحتها راهي تشهي لي بغوشة تاعنا لي شوسون تاعنا ثاني يعطيك الصحة الشيف هشام. ميرسي نيفين تعيشي اختي كما شفتوا مشاهدينا الكرام لا سوب تعطلون بالشوفان حاجه شابه صحيه فيها الخضره كيما راكم تشوفوا لي شوسون تاعي هاي دوزيام باك هذه اللي خدمتها شوف كيفاش يجوا منفخين ودرت معاكم لي بروشات تاع لاباس فيتي بالحم وطرشي طوماطيش هذو هما وصفاتي نهار اليوم عندي بتي ديديكاس نيفين خالتي عيشه صانا البركه تاع الحومه تاعنا دارت 88 سنه نقولها هابي بيرثداي
وخالتي حميده قندوز تاع سيدي راشد نقولها خالتي حميده راني مسلم عليك وهذو هما والسلام. صحه شاف تحيه الفاتحه من الكاسبه. مشاهدينا راكم شفتوا وصفات لنا اليوم، نتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه، نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله بوصفات جدد ومقادير جدد على خير.